احنا كلاعبين راضيين على الاداء ديالنا، ولكن راه حشومه وعايبه راه هادشي اللي طرا اليوم. حشومه راه ما كاينش تعليق على هادشي هذا، والتحكيم هذا راه خصو يتعاود فيه النظر ويتعاود فيه النظر. ديما مرات كتظلم ديما كتظلم، ولكن اليوم بينوا على الظلم، ظلم حقيقي. الا رجعنا للمقابله وخصو يكون واحد، خصها تكون واحد وجهه نظر. راه حشومه هادشي هذا وعيب، كيديو لينا عرقنا حدا امام الجامع، كيديو لينا عرقنا، ولكن الله ياخذ الحق في هذه العواشره هذه. هادشي اللي نقولوا حنايا بالنسبه للمباراه ضد الاهلي المصري ان شاء الله في الشامبيونز ليغ، كيف كتشوفها محمد؟ كنتمنى انهم ما يحاربوناش حتى في افريقيا، ما يحاربوناش بحال العام اللي داز مع الاهلي. كما شفتوا الاربيطراج تما راه تحاربنا، كما كتشوفوا حنا في الوطن في المغرب وكنتحاربوا. انت كتشوف الظلم التحكيمي، نتمنى انهم ما تحاربوش برا ان شاء الله. شكرا.